الأخبار من ATV العدالة وفيها مجلس الأمة يوافق على سحب مشروع الدين العام. تسجيل 527 إصابة بكوفيد-19 وإجمالي المتعافين يتجاوز 28,000. الداخلية تطلق منصة حجز مسبق لمراجعيها عبر بوابتها الإلكترونية. ومن العناوين إلى التفاصيل: وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على سحب مشروع الدين العام المقدم من عام 2017. من جهة ثانية، قرر المجلس مناقشة المداولة الثانية لتقريري الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر في جلسة الغد، كما تقرر تأجيل بند الأسئلة وقوانين التأمينات وأقساط صندوقي المتعسرين والأسرة إلى الغد. وفي جلسة اليوم أيضا، وافق المجلس على تمديد تكليف لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع الخطوط الجوية الكويتية 3 أشهر، إضافة إلى الموافقة على تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات وآلية الوزارة في مواجهتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على تكليف المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، إضافة إلى الموافقة على إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي سحبت في الفترة السابقة. وإضافة إلى ما سبق، وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن جميع مصروفات الحكومة وإجراءاتها في مواجهة كورونا وإحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بالتركيبة السكانية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية. وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن عقد الجلسات عن بعد لا يجوز دستوريا ولائحيا، مشددا على التزام مجلس الأمة بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات. وفيما يتعلق بتعاون السلطتين خلال أزمة كورونا، قال الغانم إن هناك كلمة حق يجب أن تقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والتي تتمثل في تعاون رئيس الوزراء إلى أبعد حد، وأن لديه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات. من جهته، أشاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالدور الكبير لمجلس الأمة وتعاونه مع الحكومة، لافتا إلى أنه يوجه الشكر دائما بكل لقاء يجمعه برئيس المجلس والنواب على دورهم وتعاونهم مع الحكومة. وخلال مناقشة تداعيات جائحة كورونا، قال الخالد إن الكويت لم تصل بعد إلى المنطقة الآمنة في مواجهة الفيروس، معربا عن قلق الحكومة إزاء ارتفاع أعداد إصابات المواطنين بالآونة الأخيرة، كما تولي اهتماما بأمر المقيمين، مطالبا الجميع بضرورة القيام بواجبهم لتخفيف الضرر والوصول للمنطقة الآمنة سويا. طالب النائب خليل الصالح رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحل قضية كويتيون بلا رواتب فور خروجه من قاعة عبد الله السالم، لا سيما في ظل وجود 3,000 أسرة بلا راتب، ما نتج عنه حالة من السخط على كل من الحكومة والنواب. أنا أقول على رئيس الحكومة لازم هو يبادر حاليا، واحنا نقول له هذا يعني الناس شو تقول عنه؟ دولة فيها الخير، فيها مساعدات، فيها الدنيا كلها وابنائها، ما عندها رواتب شهرية، والله نحس بالعار. لازم أن يكون هنالك في توجه فوري من الوزير في هذه الحالات الموجودة، مو معقولة.
فهذه واحدة من الأمور التي نقف أمامها صراحة، ما استمتعوا بحياتهم بالفترة 14 الأخيرة، وإنما هنالك حالة من يعني السخط الموجود علينا حنا كذلك كنواب. نقول حنا لابد نضغط على الحكومة أن ترى هذا الموضوع المهم جدا، لثلا أكثر من 3000 أسرة تعاني من ما عندها رواتب. في تقريرها اليومي أعلنت وزارة الصحة شفاء 675 حالة من كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 28,206 حالات. وعلى صعيد الإصابات، أعلنت الوزارة تسجيل 527 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36,958 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات. خلال 24 ساعة الماضية جرى رصد 527 حالة ثبتت وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت. نسبة المواطنين الكويتيين من إصابات اليوم حوالي 50%، وبواقع 264 حالة لمواطنين كويتيين و263 حالة لغير الكويتيين، كان أبرزها 85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و38 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و32 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية. أما عن رصد الحالات وانتشارها على مستوى المناطق الصحية في دولة الكويت، فقد تم رصد 168 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و131 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 وحالة واحدة في منطقة الجهراء الصحية و89 حالة في منطقة حولي الصحية. أما عن منطقة العاصمة، فقد تم رصد خلال 24 ساعة الماضية 38 حالة. ننتقل الآن للمناطق السكانية وحول أبرز المناطق التي سجل فيها أكبر عدد للإصابات خلال 24 ساعة الماضية، فقد تم تسجيل 29 حالة في منطقة المهبولة و22 حالة في منطقة الفروانية و21 حالة في منطقة الفحيحيل و20 حالة في منطقة صباح السالم و18 حالة في منطقة المنقف و16 حالة في منطقة السالمية. كانت هذه الإصابات خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بصدد إطلاق خدمة نظام حجز مواعيد مسبقة لبعض قطاعات وإدارات الوزارة لاستقبال مراجعيها من مواطنين ومقيمين. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود عودة العمل تدريجيا في قطاعاتها تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وذكر البيان أن هذا النظام يقوم بتحديد موعد المراجعة عبر موقع الوزارة واختيار الإدارة أو الجهة التي يرغب بمراجعتها لمنحه باركود بالموعد المحدد له. أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 3 محال تجارية وتحرير 7 محاضر ضبط نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وقالت التجارة إن فرقها التفتيشية رصدت 125 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحالا تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مدى التزامها بالمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 76 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.
يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التوصيات التي رفعتها لجنة المسابقات إلى مجلس الإدارة بشأن استئناف النشاط الرياضي للموسم الجاري والشكل النهائي لأجندة الموسم المقبل 2020-2021. كما سيقوم المجلس بمناقشة المقترح المقدم من الأندية عن طريق اللجنة المشكلة منها برئاسة مبارك النزال رئيس مجلس إدارة نادي التضامن وإبداء الرأي على المقترح ثم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع المقرر له غداً.